يقول حكم استئجار الشاليهات والمزارع إذا كانت أملاك دولة، في شاليهات أملاك خاصة؟ الجديدة هذه إيه؟ يقول الشاليهات والمزارع والاستراحات هل يجوز استئجارها؟ الظاهر هو لا يجوز تأجيرها إذا كانت أملاك دولة، أعطتها الدولة للشخص حتى يعني يستفيد هو منها، لا يؤجرها، فلا يصلح له أن يؤجرها، يعني للحكومة أن تخالفه أن تعاقبه. لكن ما نقدر نقول لا يجوز شرعا حيث أنه يأثم، لكن هو خالف القانون، خالف القانون للحكومة أن تعاقبه بالطريقة التي تراها، مثل اللي ما يربط الحزام مثلا، ما نقول آثم اللي ما يربط الحزام، لكن نقول للدولة أن تخالفه أنت، يعني هذه عقوبات، يعني ولي الأمر للإنسان الذي يفعل مثل هذه الأمور يقصر فيها. فنقول كما قضية يأثم هذا عند الله تبارك وتعالى لا يظهر، والعلم عند الله جل وعلا.